تحدث معك أشرف بعد مباراة البرتغال؟ نعم تحدثت معه. تحدثت معه. الحوار نعم. الحوار كان فيه إيه؟ مثير للجماهير، حماسه وحماسه ورغبته في الفوز مع المغرب دائما. قال لك إيه؟ قال لك إيه؟ قال لك إيه تنقله للشعوب العربية؟ أخي رمزي تحدثت معه أول فرحة لا توصف، لا توصف. لا توصف الفرحة. ليس لديه شعور وهو كذلك، ليس لديه شعور. الفرحة كثيرة كثيرة جدا 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 جدا. تحدث معك عن رغبة المغرب ومنتخب المغرب الآن في الفوز بكأس العالم؟ عندي سؤال أخي رمزي. هل تحدث معك أن رغبته ورغبة لاعبي المنتخب المغربي هي الفوز بكأس العالم؟ لا لا بعد الفوز. تحدثنا بنقدم مباراة جيدة ولكن في القلب الفوز سوف نلعب النهائي ولا لا الفوز بالكأس. عظيم 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 جدا.